وامبارح انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإعلام السي اي سي واللي بيناقش التحديات والقضايا الإعلامية في العصر الرقمي، وبيركز كمان على مستقبل الإعلام الرقمي وخريجي الإعلام في الجمهورية الجديدة. المؤتمر العلمي الدولي السادس للإعلام ومناقشة قضايا الإعلام بشكل عام والتطورات والتحديات اللي ممكن تواجه كمان فكرة سد الفجوات ما بين الواقع اللي بيحصل بالفعل في الممارسة الإعلامية والممارسة المهنية وكمان الطلبة واللي بتعلموه. الحقيقة أن المؤتمر هيكون على مدار يومين وهيناقش فيه آليات التعامل وآليات سد الفجوات ما بين الدراسة اللي بيشوفوها الطلاب في الجامعات وما بين الواقع الفعلي اللي بيمارسوه، فكرة التحول الرقمي والتحول للتكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في الإعلام. الحقيقة يعني دايما بتحرص إعلام سياسي انها تقدم مؤتمرات علمية جادة وهادفة، فده المؤتمر السادس الدولي بيضم كافة كليات إعلام مصر في الموجودة والوطن العربي أيضا، فبتشهد مجموعة متميزة من البحوث والدراسات فوق ما يزيد عن 30 بحث، أيضا بخلاف جلستين بحث مناقشة بها أساتذة إعلام سواء الممارسين أو أساتذة الإعلام. فالحقيقة المؤتمر هيستفيد والموجودين هيستفيدوا من هذه الجلسات بشكل كبير. النهاردة المؤتمر بيستضيف نخبة من كبار الإعلاميين في مصر ذوي التجارب المتميزة في عالم الصحافة المكتوبة أو عالم الصحافة المرئية، ولهم تجارب طويلة في هذا الموضوع وأفضوا بوجهات نظرهم في المؤتمر، هذا بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين. اللوائح الدراسية النهاردة اللي بتعد في كليات الإعلام بدأت تتجه إلى إضافة برامج جديدة خاصة بالإعلام الرقمي، بدأت في كافة برامج التدريب العملي تستضيف خبراء الإعلام في كافة المجالات الإعلامية ولا سيما في مجال الإعلام الرقمي عشان تنقل هذه الخبرات للطلاب بعد ما بتخرجوا يجدوا فرصة في هذا الموضوع. هو بلا شك أن ثورة في مجال الإعلام في العالم كله أصبحت تطال الجميع، ولا بد أن يتعايش معها الجميع سواء بالنسبة في تدريس الإعلام أو عملية الممارسة الإعلامية نفسها، وهذا ما يركز عليه المعهد الكندي في المؤتمر بتاعه ده، ويركز أيضا عليه بالنسبة لما يقوم بتدريسه للطلاب أثناء محاضراتهم وطوال السنوات الدراسية. المؤتمر كمان بيناقش على مدار يومين العديد من المحاور والتحديات اللي بتواجه ممارسين المهنة الإعلامية عن طريق جلسات وكلمات بتسلط الضوء على المعوقات والسلبيات اللي بتواجه تطوير أساليب الإعلام، بالإضافة لإيجابيات الإعلام الحديث والتحول الرقمي. الحقيقة المؤتمر يعني واكب الرقمنة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتطبيق الذكاء الاصطناعي في كل أمور الحياة، وأولها طبعا مجال الإعلام. احنا في المؤتمر الحقيقة عندنا مجموعة من المحاور اللي هتدور حواليها الجلسات، مثلا الرقمنة في الرقمنة الإعلام والتحديات والفرص التي تتاح في هذا العصر، بناء المجتمعات الجديدة، الحوار الوطني، التعددية، المواطنة، كلها قضايا مهمة بنطرحها للشباب الحضور من طلاب الإعلام على مستوى جمهورية مصر العربية. موضوع مهم المؤتمر السي اي سي هذه السنة بيرتبط بفكرة قضايا الإعلام والتحول الرقمي، والتحول الرقمي طبعا سياسة بتتبناها الدولة في مختلف المحاور ومن أهمها الإعلام، لأنه يعني الإعلام بيعتمد على تكنولوجيا والتكنولوجيا كل يوم بتقدم لنا جديد. كله النهاردة كل الكليات بتحدث والمعاهد بتحدث لوائحها للتخصصات الأحدث المطلوبة في سوق العمل، بتحدث المقررات الدراسية، بتهتم بالدمج بين الخبرات الأكاديمية والخبرات المهنية. في هذا العام الورقة البحثية اللي أنا مقدماها عن الإعلام والحوار مع الآخر وتقبل الآخر، ويمكن أنا انطلقت من هذه الورقة من مفهوم المواطنة والحق في الاختلاف، وإن إحنا ممكن أن يكون في بيننا اختلاف لكن لازم يكون في مساحة من المرونة لتقبل الرأي الآخر. كان ليا بعض التوصيات في هذه الورقة، من أهمها أن لازم يكون في المدارس منهج بيعلم الأطفال الحوار، كيفية الحوار. بيخرج المؤتمر في كل دورة بتوصيات تطبق على أرض الواقع وبتفتح آفاق وأفكار وأبحاث جديدة تجمع ما بين خبرة الرواد في المجال الإعلامي وشباب مستقبل الإعلام.